احبابي الكرام، السلام عليكم. معكم الشيف عبد الواصل البخاري. غادي نقدم لكم هذه الوصفه ديال المادلين الاسباني. غادي نعطيكم هذه المقادير ان شاء الله. واخا المقادير راهم على الشاشه ان شاء الله. ثم عندنا هنايا الطحين 360 غرام، وعندنا هنايا الخميره 10 غرام، عندنا كريم فريش 150 غرام، عندنا الزيت 250 غرام، عندنا سنيدة 270 غرام، عندنا 4 ديال البيضات، وعندنا 10 غرام ديال الفاني، وعندنا واحد معلقة ديال الحامض محكوك باش كيعطي شوية ديال النكهة مزيان ديال الحامض. وتبعوا الطريقه مزيان، ده مادلين هائل مزيان. كنعملوا ديما سنيده والبيض هو الاول، 4 البيضات، 270 غرام ديال السنيده السكر، نضربوهم مزيان حتى يوصلوا حتى يوليو عجينه، يوليو طالعين مزيان بحال الكريم، باش السكر يذوب مزيان ما يبقاش حبوب. وانتم ان شاء الله هو ولا مخلط ولا جاهز، انتم كما كتلاحظوا هذا غير البيض والسكر. حنا غادي نخويو العناصر ديالنا، نخويو الزيت، نخويو هاد الفاني، نخويو هاد لاكريم فريش، ديما بقى تشوفوا الفيديو مزيان باش يبان لكم كيفاش تمشيو الطريقه. الا ما مشيتوش الطريقه بحال هكا راه ما غاديش يطلع لكم مزيان. بنفس الطريقه وكنضيفوا النص ديال الطحين، نلفوا عليه الخميره باش يتخلط معاه. ثم تخلط بهذه الطريقة هذه، حنا عملنا النص الثاني، هانتوما العجين كتخلط غير بشوية، العجينة واجدة، هانتوما خصها تكون كتقطع بحال هكا، خصهاش تكون خفيفة بزاف. كنشدو جيب الحلواني لابوش، كنفتحوه كما وريت لكم في القنوات في فيديوهات اخرين، كنشدو بهذه الطريقة هذه. دائما نشدو النص والكيسات كيكون دوبل، كندوبلهم باش ما يتحلش في الطياب. هاد الكيسات هاد الكويطات هادو راه مدوبلين على جوج عفوا.
احنا عمرنا كل شيء دابا ندخلو الفران. ها هو دابا وجد طاب على 180 درجة لمدة 10 دقائق باش كيبقاو رطب كيبقاو مزيان وكيجيو هائلين جدا. وكنتمنى ان شاء الله تجربوهم. وهاد المادلين ديالنا وجد مادلين اسباني، هانتوما نفتح ليكم هادي تشوفوها. وما تنساوش اشتراك وتعملوا لايك لتشجيع هاد القناة والضغط على الجرس باش يوصل ليكم الجديد ان شاء الله. لما كيعرفش الاشتراك شحال من واحد كيقول لك ما كنعرفش الاشتراك كيفاش، تحت الفيديو راه كاين واحد الكتابه حمراء كتكي عليها كتقول لي بالكحل شويه كيبان واحد الجرس صغير حداها كتبرك عليه باش كيجيك الجديد. وشكرا والسلام عليكم.